بالفعل الواحد بحس حاله رايح على جبهة، بده يعد حاله يحضر حاله، وبالرجعة كمان في عنده تحضيرات ساعة لما يوصل على البيت، ويمكن عم يتناقل كمان عبر الواتساب هالفيديو لممرض وصل على بيته ابنه راكد عليه وبيقول له لا ما تقرب علي وبصير يبكي. يعني قديه هيدا الضغط الكبير عليهم، كيف رح يأثر عليهم على إياماتهم هالأشخاص اللي عم يظهروا؟ ما بعرف قديه كمان في عندهم واجب معين إنه لما يرجعوا يكونوا بالفعل عم ينتبهوا على كل النقاط، ومش بس يلي بيروحوا على الشغل، حتى يلي بيظهروا بس للسوبر ماركت أو حتى للفارماسي. فهالضغط النفسي من هالظهرة أوقات تنزل تجيبي غرض من سيارة كمان، كيف لازم نتعامل معه وبأي طريقة بنعمل أورينتيشن؟ هيدا الستريس اللي عم نحكي عنه، في عنا ناس بنسميها بنقلها هايبو ستريس، عندها هايبو ستريس يعني ما عندها كتير اشياء تعملها، بتفضل تكون بالبيت، يعني بتفضل تكون بالبيت محمية ان كان امرأة او رجل او اي شخص. هيدا نوع من الأشخاص، رح جاوبك على سؤالك لكن بشكل شوي علمي. تاني نوع من الأشخاص منسميه ستريس، يعني لما ما يكون عندي كتير إشي أعملها، يعني في إكليبر بين إشي عم بعملها أكتر إشي عم بعملها أقل، في إكليبر هيدا المعود عليه. والهايبر ستريس لما يكون عندي إشي كتير أعملها، مثل هالأشخاص يلي عم بعرضوا حاله. هلأ شو لازم أعمل؟ شو لازم يعملوا؟ هن من ندعي لهم من صليهم، لأن عم بعرضوا حياتهم، عم بعرضوا حياتهم. عم تشوفيني رحت شوي الكاميرا؟ نو أنا شايفتك. أوكي، عم بعرضوا حياتهم طبعا، لكن الإيموشنز بدنا نجرب نشتغل على حالنا فيها. يعني اليوم في exercises للإيموشنز، في EFT tapping techniques، في رياضتنا اللي بدنا نعملها أول شيء لما يوصلوا على البيت كممرضين. أكيد رح يشيلوا كل تيابهم برا، رح يتعقموا، رح يتغسلوا، هذا شيء ضروري. بدهم يحكوا ويتواصلوا مع أولادهم، يقولوا لهم لحمايتهم. وعم شوف كتير فيديو عم تتنقل عن أولاد كتير حلو، الولد أنه عم بيقول أنه كيف بصوب إيدي، كيف بتوقع لأنه في كورونا. هيدا الوعي بحد ذاته، نحن دورنا نخلق هالوعي ونخلي العالم كله أنه لما أوعى وأدرك أنه أنا بهيدي المرحلة، هون نص الطريق باسكال. الستريس اليوم كل واحد فينا على طريقه مثل ما شرحت، لكن في ناس حقيقة الإيموشن تبعها بتتغلب عليها. ليش؟ لأنه بارت الراس اليمين هي كلها عواطف، بارت الشمال هي فيها منطق. اليوم بدنا نعمل هالبالانس بين المنطق والعاطفة لنقدر نتخطى هالمرحلة، إن كان طبيب، إن كان نورسينج، إن كان أي حدا بيشتغل بأي قطاع خاصة استشفائي اللي هلأ الضغط الكبير عليه. هيدي بالناحية الأشخاص، هن كمان بدهم يكون عندهم راحة، يمكن أوقات بيمرقوا 24 ساعة ما بيناموا، لازم كمان يهتموا بصحتهم لأنه بيجوا أمبرميه هن. ليش؟ لا يقدروا يخدموا الآخرين، عندهم ميشن مهمة كتير صعبة. بينما الأشخاص الأم أو الأب أو أحدا من العائلة يلي عم يظهر ليجيب أغراض، طبعا عم يلبس الماسك، عم يلبس الجان، بدنا ننتبه الجان كمان مش معناتها one use، كمان العادي كمان one use بدنا ننتبه. كتير أوقات عم يتركوه أيام على وجههم، إلا إذا الـ 95 للـ 19 هو special 95 يلي بيبقى forever. بدنا ننتبه شو نوع الماسك يلي عم نحطه، وهذا شيء بعرض بعضهم الناس عم بحطوا الماسكات السود يلي هن غير محميين. بقى بليز هون الوعي، وعي ثم الوعي، الاويرنس كتير مهمة. يعني في كتير ناس بعدها عم تنشط ببلدان أخرى، وحتى بلبنان في عدم وعي للأسف للأسف للأسف. منشوف مرة كبيرة أو رجال كبير أو شباب أو صبايا ماشيين بالسوبر ماركت، بعضهم بيقولون أنا فتت قدامي صارت الحادثة، وبيقولوا أنا بدي موت، ما بدي حط، عم يجبروا أنه يحط الماسك
عم يجبروا انه يحط الجان ويعقم ايديه على الباب، مثل ما بتعرفي في بعض المولز او سوبر ماركت عفوا مولز مسكره، عم يخدون الحراره على الباب ليتاكدوا. عم يرفضوا هالاشخاص وبقولوا لهم انه انا بدي موت، وهن عم يرفضوا الحلو انه عم يرفضوا كرمال سلامتهم. في اشخاص غيرهم اكيد هيدا مصر. جهل يعني اذا ما بدهم هن بدهم يموتوا مش ضروري يقتلوا غيرهم معهم هون دكتور بس لان رح يخلص وقتنا فينا نقول للمشاهدين يلي حابين يتابعوك اي ساعه طريقه كمان يلي يكونوا معك وشو شو شو التبس يلي عم تعطيها وشو هي الكورسز اونلاين يلي عم تعطيها اوكي عم نعمل توايس بير ويك اول نهار هو 3 ساعه 3 فيا زوم وتاني كورس الجمعة ساعة 3 كمان على زوم. الفكرة أنه يفوتوا على صفحتي وفا قابل آخر هيدموس أو على BCTS بكون حاطة شو هن الكورسز. لهالأسبوع في عنا communication through NLP كيف عملية التواصل مع البرمجة اللغوية العصبية. تاني كورس نهار الجمعة كيف أنا بدي واجه هالتشينج هالتغيير بأكيد workshop يعني ساعة ونص أونلاين. يبعثوا لي على المسج أو على حيالة شيء على البيج أو على صفحتي، هيك منتواصل معهم ومنبعث لهم اللينك ليكونوا معنا بالسيشن زوم فري أونلاين سيشن. ويلي بحب يشارك من بعدها بأي شيء لأي مؤسسة بحاجة بفلس الأرملة مثل ما بيقولوا، هيدا هدفنا بقد ما فينا اللي بنقدر نعطيه بنقدر نقدمه لهيدا البلد، لأن هيدا بلدنا منحبه بدنا نبقى فيه بدنا نحافظ عليه. اللي ناطرنا ما بنعرف كمان مجهول، لأنه بدنا نخلص من الأزمة هي، أكيد رح نخلص منها بإذن الله وبصلوات الجميع، بصلوات الباب، بصلوات كل المؤمنين بكل الطوائف بكل الأديان، رح نتخطى هيدي الأزمة. لكن ما بعدها خلينا نشوف كيف بدنا نواجه هذا التغيير، كيف بدنا نقدر نوقف نرجع على إجرينا، لأن إحنا اللبناني تحدينا كتير ورح نضلنا نتحدى وتسمينا باللبناني القوي. بتقلي بنتي بأمريكا ما منقطعوا الأشياء من السوق من السوبر ماركت، ما بقى منلاقي شيء مثل السحر. إلا مام هون لأن معودين على الحروبات، معودين على الأزمات، حقيقة ما انقطعنا. أنا بحيي كل واحد إن كان بالمأكولات إن كان بكل إطار بكل قطاع بالخدمات عم بيقوم فيه، بكل أمانة بكل محبة، صلواتنا لإلهم. وإن شاء الله يا رب قد ما فينا نحن نساهم لحيلا شيء لنقدر نطلع كلنا من هيدي الأزمة. وكلمة خاصة لكم كأعلاميين وصحفيين كمان عم تعرضوا حالكم بأي إطار أنتوا فيه وين ما كنتوا، كمان عم تجوا على استوديو تبعكم لتقدوا مهماتكم، عم تظهروا أوقات على الشارع. الله يحميكم وإن شاء الله منتخطى سوا هيدي الأزمة كلنا بإيد وحدة بمحبتنا لوطننا ومحبتنا لبعضنا. هيدا الشيء الارتداد اللي بدنا نرجع له، هيدا الشيء الكتير إيجابي اللي ناطرينه، هالتغيير اللي ناطرينه، وإن شاء الله أنه نواجهه سوا بأمور بأيام أحسن. وبعد العيد يكون الفصح حقيقة فصح مجيد مبارك، بداية جديدة لكل واحد منا، بداية بفكرنا بعقلنا بروحنا بانتمائاتنا. وهذا بشكركم. ميرسي دكتور، انتبهي على حالك واكيد منتابع الموضوع ومنحكي عن ما بعد المرحلة بلقاء لاحق حتى كمان نعرف كيف بدنا نطلع. ميرسي لك مشاهدينا، بريك صغير وبنرجع لكم.